أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة نناقش فيها المشكلات ونطرح الحلول ونسافر معا عبر سماء التاريخ والإبداع والمبدعين، كل ذلك وأكثر في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: مرضى الحالة النفسية والعصبية، معاناة العيش وبؤس الحياة. الكمسري البستان الذي اتخذت منه الملكة إليزابيث مضيافا لزوارها. وليد السقاف وتجربة التنمية البشرية في إدارة الذات. لا زال في جعبتنا الكثير من الفعاليات والأنشطة، نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة. افتتح في جامعة عدن قاعات دراسية بكليتي الآداب والتربية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها بتمويل كويتي وبتكلفة مالية بلغت 50 مليون ريال. رئيس الجامعة الدكتور الخضر الأسوار وخلال حفل الافتتاح قال إن اللفتة الكويتية الكريمة في إعادة تأهيل عدد من الكليات سيساعد على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب ويفتح المجال للجامعة في توسيع وتطوير برامجها وتخصصاتها المختلفة. تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس برفقة عدد من وكلاء محافظة عدن أعمال الترميمات والإنشاءات الجارية في مبنى الوزارة بمدينة الشعب غربي المحافظة. كما تفقد الوزير أيضا مبنى ثانوية القدس المتوقفة عن العمل منذ 7 أعوام بسبب قدم المبنى وتهدم بعض أجزائه. وكلف القائم بأعمال قطاع المشاريع في الوزارة بمتابعة ترميم وتأهيل الثانوية والعمل على إنجازه في أقرب وقت. مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في عدن مشكلات لا حصر لها ووعود حكومية في انتظار التنفيذ. ولا حتى يبنوا لي حاجة، يتعرفونا كل مكان، ولا لي قيمة ولا لي حاجة، كل الناس لهم قيمة عندي. لا يطلبون أكثر من احترام آدمية الإنسان، أما ما دون ذلك فهم محرومون من أبسط الحقوق المكفولة لهم في كل الشرائع والأنظمة والقوانين. فمرضى الحالة النفسية والعصبية شريحة مجتمعية باتت مستثناة من امتيازات الحياة والواقع المعاش. هناك تصور عند عامة الناس أن المريض النفسي أو المريض العصبي هو كما يطلق عليه مجنون، يعني بالحكم المطلق، وهذا شيء خاطئ. يتمع نفسه، يعني ينظر إليك وجهة نظر مجنون، يعني فهذا شيء يعني يعقده من الأمر خلاص. لكن أنت بتعامله مفروض كإنسان عادي، كإنسان صاحي، هذا بيساعده على الشفاء. ألف الناس وجودهم في الشوارع والأحياء يهيمون في عالم هو ليس عالمهم كما يبدو، إلا من حركة السير وضجيج الحياة التي لا تعني لهم أكثر من صمت تتجسد فيه المعاناة في أبلغ صورها، راسمة معها ملامح إقصاء وتهميش وحرمان لفئة لم تجد لها حيزا في واقع التعايش المجتمعي. على الجهات العليا أنه يعني لابد أن يهتموا بهذا الأشخاص، أنهم يعملوا لهم ملجأ ويهتموا فيهم، يعطوهم يعني الحياة العادية مثل أي مواطن عادي. رفع المستوى المعيشي للأسرة في المجتمع، فهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى الحالات النفسية في المجتمع والاضطرابات النفسية. بالنسبة للمرضى طبعا هناك مستويات، والبعض ربما تتم إعادة يعني إذا تحصل على نوع من إعادة التأهيل يصبح في حكم الإنسان الطبيعي العادي. المستشفى التخصصي الوحيد للحالات النفسية والعصبية في العاصمة المؤقتة للبلاد هو الآخر يشكو الإهمال وبات عاجزاً عن تقديم الرعاية والخدمات الطبية لمرضاه في ظل تجاهل الجهة الحكومية لوضعه الكارثي. مستشفى الأمراض النفسية والعصبية نتيجة الوضع السيء اللي صراحة يعانه حتى الإدارة نفسها تعاني من قصور كثيرة، وهم شرحوا لنا الشرح مستفيض في الجوانب المالية والجوانب حتى ما يتعلق بتوفير الدواء. من ناحية الكتات الطبية عليهم العمل بالأمانة، الأمانة بالطبية بشكل عام، سواء الحالات النفسية أو الحالات البشرية بشكل عام لا توجد أمانة. بوعي أو بغير وعي للمسببات صارت النظرة المجتمعية قاصرة مغلقة تجاه هؤلاء، فهم لا يتعدون كونهم أناس غير أسوياء، لكن أحدا لم يرفق يوما بحالهم ولا بحالتهم المرضية تلك،
ولو بتهيئة ظروف ملائمة لقضاء حياتهم بما يتناسب مع طبيعة الفطرة البشرية. الدكتور طلال العامري مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية التابعة للقطاع الحكومي في عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم دكتور نناقش موضوع آلية العمل واحتياجات والصعوبات التي تتعرضون لها في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. دكتور، بوقت ليس ببعيد استلمتم المهام كمدير لهذه المشفى، نريد أن نعرف ما هو الوضع الذي كان عليه الأمر حينما تسلمتم مهامكم؟ شكرا جزيلا أولا على هذا اللقاء، ونحب أن نعرفكم أن لي حوالي تقريبا الشهرين من استلامنا كمدير مستشفى الأمراض النفسية العصبية، وكان الحال المستشفى يعني وضعها مزري للآخر، وكان محتاج إلى رعاية وعناية خاصة للأمراض المحتاجين من سوء التغذية والنظافة وقلة الأدوية وشحة المعونات الإمكانيات المستشفى والميزانية القليلة اللي نتحصل عليها في المستشفى بشكل عام الفترة الطويلة. اليوم من شهرين إلى الآن، هل حدث أي تحسن في وضع الميزانية؟ الميزانية وعدونا الحكومة ومكتب الصحة برعاية الدكتور عبد الناصر الوالي، وإن شاء الله في تحسن في المستقبل القريب حسب ما وعدونا فيه المحافظة، ونتمنى ذلك. ولكن من ناحية الأخرى، من ناحية الغذاء، نحن ممكن نقول إنه هناك الآن في تحسن إن شاء الله من ناحية الغذاء، كان هناك 3 وجبات الآن صارت 4. سنتحدث الآن بعد قليل عن الأغذية وعن هذه الأمور. هناك من يتحدث كذلك بأن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في عدن مهملة من قبل جميع من تسلم المسؤولية بهذا المشفى. ما مدى صحة هذه الأقوال؟ هذا أقول لك بصراحة هو كلام صحيح واقعي 100%. من زمان المعروف أن المصحات والمصحات السلام ومستشفى الأمراض النفسية مهلم جميع المسائل، كان كبير أو صغير، ما حد يعني يزورها يعتبر كسجن، ومهملة دائما من ناحية الميزانية أو من ناحية أن زيارات تفقدية من جهة مسؤولين كبار، وهذا دائما مهلة من زمان صحيح. هناك مديونية تعاني منها المستشفى؟ نعم، هناك مديونية استلمتنا لها شهرين مثل ما قلت لي، وهناك مديونية كبيرة على المستشفى، باب كبير عليها، وأن ميزانية باب الغذاء هناك مديونية حوالي 21 مليون خلال الفترة الماضية مصرنا على غذاء المستشفى مقاول الغذاء. هناك مديونة كمان من ناحية النظافة تقدر بحوالي 5.5 مليون، والديزل ب 400,083، كل هذه مديونة على عائد خلال المستشفى ولا نعرف كيف. هل لديكم معلومات دكتور طلال كيف حدث وتراكمت كل هذه المديونية على المستشفى؟ والله لا علم لي بالدقة، ولكن على أساس أن مديونة كثرة المرضى، زيادة عدد المرضى وقلة إمكانيات باب الغذاء، نقص في ميزانية باب الغذاء، والمرضى بحالة زايد ونقصان، قد يكون هناك في فارق الكبير هذا اللي فارق السعر والإمكانية المستشفى. نعم، زيادة عدد المرضى وإلى آخره يقودنا إلى سؤال، ما هي آلية العمل في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية؟ الآن حاولنا أن نضبط عدد الآلية في المستشفى إن شاء الله، بحيث أن كل قسم، هناك 8 أقسام في المستشفى أو 8 عنابر، ولكن اللي تشتغل فيها تحت التشغيل هي 4، و4 مغلقة تماماً تبحث هي إلى ترميم كامل. منذ كم وهي مغلقة؟ منذ كم يعني كم الوقت التي هي مغلقة؟ لها سنين تقريباً، لها تحتاج إلى ترميم. والآن الـ4 الأقسام المفروض كل قسم أو عنبر يحتوي أو ممكن سعته 24 مريض، ووصل للمرضى إلى 36 مريض في كل عنبر، يعني زحمة في العنبر نفسه على المرضى وعدم الراحة وعدم الاهتمام بهم كاملة. عدن منطقة ساخنة في ظل انطفاءات الكهرباء المتكررة وقطاعات المياه، كيف يواجه المرضى هذا الأمر؟ هذا يحصل هناك أمراض خاصة في أيام الحر الصيف، وحالات وفيات بعض الأحيان تحصل حالات ملاريا وتيفود تنتشر بين الأمراض من كثرة الزحام في القسم نفسه العنبر. عشان كذا حاولنا الآن الآلة الجديدة أن نخفف من عدد المرضى، بحيث أن نعطي اهتمام لكل مريض وفي إشراف ومراقبة عليهم كامل، ويكفيهم العلاج والغذاء كامل. نعم دكتور. وتحسين الأدوية. كيف يتم هذا التخفيف؟ يعني إذا كان المريض هو بحاجة إلى أن يرقد أو يقعد في المستشفى، كيف تقومون؟ يعني هل تقومون مثلا بالاستغناء عن مجموعة من المرضى؟ ليس بالاستغناء بالكامل، ولكن اللي حالتهم متحسنة وشو أفضل حالة من الآخرين، حاولنا نعمل لهم خروج من المستشفى وناخذ الآخرين اللي هم بحاجة أكبر وهم عدوانيين أكثر أو تعبانين أكثر من ناحية
مرضية نفسية. في ظل حدوث تزايد للمرضى النفسيين، ألا يوجد مثلا يعني آلية معينة لعلاجهم؟ هل هناك مرضى قد تعالجوا تماما؟ هناك في تعالجوا وتحسنوا تماما محافظتنا وجميع محافظات الجمهورية، وهناك مرضى عبر العيادة الخارجية لا يحتاجون للتمديد داخل أو أقسام المستشفى الداخلية، يحتاجوا علاج عبر العيادة ويأخذوا العلاج ويتحسنون، ويكون لهم عودات شهرية أو أسبوعية عبر العيادة عبر الطبيب المختص فيهم. والآلية الأخرى أنه الأعداد الكبرى في هناك ترميم إن شاء الله، وعدونا إحنا مكتب الصحة تبع منظمة الصحة العالمية WHO أنه في ترميم وفي معونات كبيرة مقدمة لنا إن شاء الله، ونتمنى يتحقق ذلك إن شاء الله. العلاجات التي تقدم للمرضى هل هي من المستشفى نفسها أم يتم شرائها من يعني من العيادات الخارجية؟ نحن لدينا ميزانية، وميزانية ضعيفة ضئيلة جدا، نشتريها الأدوية من الأسواق، وفي صندوق الدواء هيئة الدواء هي تقدم لنا أدوية مجانية لكن فصلية وليس بالكميات الكبيرة وليس جميع أنواع، يعني أصنافها قليلة وعددها قليلة جدا وكميتها قليلة بشكل عام. هل يدفع المرضى يعني نسبة معينة أو يدفعون رسوم مقابل العلاج؟ هو سنة كمساهمة المجتمع 100 ريال على الرصيد للأدوية اللي يستلموها، شيء رمزي. والفحص والجلوس في المشفى وكل هذه الأمور هل يدفعون أيضا عليها رسوم؟ نعم، هناك في الشهر المريض التمديد الداخلي 3000 ريال لمدة شهر كامل. دكتور، ما هي أهم الأدوية التي يحتاجها المرضى في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية وهي مكلفة وليست متواجدة داخل المستشفى؟ هناك بعض العلاجات المحتاجة ضرورية حقن طويلة الأمد، حقن مثل هناك أدوية حقن هاليدول، ديكونيز، الفلونكسول، ديبوت، كلوبوكسيبوت، هذه حقن تساعد المريض يحتاج لفترة طويلة أسبوعين لمدة شهر كامل، هذه غير متوفرة بالخالص. عندنا أدوية حديثة موجودة في العالم كامل، غير لا نستطيع أن نوفرها هنا داخل المستشفى، وهي تجارية في بلدنا وغالية وتكلف كثير، لا نقدر نوفرها عندنا. عندنا علاجات نقدر نشتريها، علاجات القديمة والرخيصة الثمن، حتى يكفي عدد المرضى اللي لدينا. صدق هذا حاصل. كيف يتم التعامل مع المرضى هنا؟ المعاملة الشخصية يعني؟ المعاملة إن شاء الله معاملة جيدة من ناحية التمريض، من ناحية الأطباء زياراتهم هنا والباحثين جلوس معاهم، وهناك علاج ترفيهي لهم المرضى وعلاج طبيعي إن شاء الله نحاول أن نقدمها لهم الآن في الأيام والأسابيع القادمة إن شاء الله. دكتور، هل هناك مثلا مشاكل يعانون منها المرضى، مثلا نقص في النظافة، كيف تتعاملون مع نظافتهم الشخصية مع الحمامات مثلا؟ هذه أمور نحن نسمع كذلك بأن يعني ليس في المستشفى لكن بشكل عام يتحدث الناس بأن هكذا أماكن وهكذا قطاعات يعاني منها الناس من نقص النظافة ومن نقص الأغذية كذلك، كيف ترون هذا الأمر؟ النظافة هنا أكبر مشكلة لدينا هي النظافة، أولا من ناحية المخصص لدينا غير كافي لعمال النظافة بشكل عام، والشيء الثاني تعرفين أن المريض العقلي مهما كان ممكن يعمل أي شيء يعني بثيابه وملابسه يعني لابد من تابعة بعده في أي حاجة، الأقسام تكون دائما حاجة لها تنظيف وعناية فيها، عشان كده نتعب فيها النظافة كثير، نحتاج إلى دعم من هذا حتى نواصل نقدر نواصل في هذه الشيء إن شاء الله. دكتور طلال، ما هي الصعوبات التي تتعرضون لها غير أن تحدثنا عن المديونية وتحدثنا كذلك عن الميزانية يعني التي تعانون منها بشكل واضح داخل المستشفى، هل هناك صعوبات أخرى أيضا؟ هناك صعوبات أخرى اهتمام من المسؤولين، لفت إلينا لفت وأعطانا شوي من جزء من اهتمامهم لنا إن شاء الله، والأدوية، الأدوية أهم شيء للمريض اللي يحتاجه، قلة الأدوية صحيحة جدا، وقلة الميزانية الدواء عندنا بشكل عام كامل، والنظافة مثل ما قلت والتغذية، وكم ميزانية العمال، وهناك حاجة نحن الآن مثل ما قلت أربع أقسام مغلقة، حاجة للترميم حتى نستوعب الأمراض الآخرين للأقسام، وهذا كله كمان يحتاج إلى كادر طبي إلى كادر تمريضي، ونحن ناقصين، والكادر الطبي هنا معنا إلى 5 أو 7 أطباء، 1 أو 2 أخصائيين فقط، واثنين والباقيين ممارسين، والكادر التمريضي ضعيف وأكثرهم متقاعدين كبار في السن وخارجين للتقاعد، نحن نحتاج معانا متطوعين حوالي 22 متطوع يستلمون 9000 ريال شهريا، لهم حوالي 15 سنة على هذا الحال، لم يتم توظيفهم. نتمنى من المسؤولين أن يتم توظيفهم وندمجهم إلى القوى العاملة لدينا إن شاء الله. هل لديكم قسم خاص بالنساء في المستشفى؟ هل هو حال وضعه مثلا عنده نفس الشكاوي التي تشتكي منها المستشفى؟ قسم النساء أفضل، يعني يكون أفضل حالة من قسم الرجال لقلتهم، مش ذاك الزحف فيها،
وحالتهم أفضل كثير. ذكرتم دكتور بأن هناك تزايد في أمراض العقلية والنفسية في عدن، يعني على ماذا تعولون زيادة هذه الأمراض؟ نعم، هناك زيادة صحيحة في الأمراض بسبب أول شيء قد يكون الحروب اللي حصلت الآن في الفترة الأخيرة، ويسبب الأوضاع الظروف المادية للمرضى. والشيء الأهم والأساسي هو الوعي لدى الإنسان في اليمن أنه هناك في أشياء اسمها مرض نفسي أو مرض عقلي. كان في الأول كان يكون يروح عند الشيوخ أو السادة والمشعوذين من ناحية العلاج أنه سحر أو جن أو مس أو شيء كذا. الآن بدأوا يتفهمون أن هناك مرض نفسي أو مرض عقلي يصيب الإنسان، بدأوا يتكاثروا وتوافدوا أكثر وأكثر. هل وافدين إليكم فقط من محافظة عدن أم من محافظات أخرى؟ محافظة عدن، جميع محافظة الجمهورية تقريبا، حتى المهرة وحضرموت وجميع من حجة من مأرب من كل مكان. دكتور، ما هي الآلية التي يأتي بها المريض إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية؟ هل مثلا أهله الذي يحضرونه أم أن هناك دورات يعني تقومون بها تأخذون الأمراض النفسية والعقلية، خاصة أولئك الذين نراهم يجوبون في الشوارع بين الحين والأخرى؟ لا، هنا الآلية ليس هناك آلية منظمة، ولكن هناك أغلب الأمراض اللي يحضرون لنا عبر أهاليهم، ويأتوا بهم في حالات الذروة خلاص في نهاية المطاف، عندما يأسون منهم ويتعبوا منهم في الأخير يأتوا بهم للمستشفى. بعد ما يدوبوا للقراء والمشعوذين بس وهؤلاء الأشياء يجوا في الأخير وقضوا مقيد مربط، يعني حالته تعبانة ميؤوس منها. هنا هذه الآلية أكثر شيء، أو الأمراض اللي في الشوارع أو اللي ما لهم أهل مساكين أو كذا تجيهم عبر الشرطة يجيهم لينا. يعني الحالات التي تصلكم الآن، فهمت منك يعني إن هي وصلت إلى قمة أغلب الحالات، هذه الحالات خاصة العقلية، لكن الحالات النفسية حالات بدأت الناس في الوعي أفضل الآن بين يقول حالهم بعض. الحالات النفسية، حالات النفسية هيك حالات الاكتئاب، حالات القلق والرعب والخوف والهلع والأشياء هذه، هذه ممكن المريض هو يجي لحاله يشكي عن حالته. المريض العقلي يمكن أن يتعالج؟ يتعالج لو كان خاصا في المراحل الأولى يتعالج واستمر في العلاج بفترة السنة وهذا يتعالج تمام. من هو المريض النفسي؟ يعني من هو المريض النفسي، وكيف نعرف الفرق بين المريض النفسي والمريض العقلي؟ المريض النفسي، المرض النفسي ممكن يعاني من أي شخص فينا كلنا، ممكن أنا كدكتور أو أنت كمبيع أي شخص مواطن. هذا المرض النفسي هو عبارة عن حالة ضيق أو اكتئاب أو قلق أو خوف مثل ما شرحت، وهذه شعور طبيعي تكون موجودة عند الإنسان، لكن قد تزيد عن حدها وتحتاج إلى تدخل من الأسرة وتعاون معه، أو يحتاج إلى علاج كيماوي يساعد بعد هذا الضيق أو الخوف والهلع الزايد عند الإنسان نفسه، وهو شعور طبيعي هذا الحالات النفسية. لكن هناك حالات العقلية أو الذهانية نسمى، هناك خلل في الإدراك، أنه يكون المريض يسمع أصوات ويشوف حاجات غير موجودة، شيء غير طبيعي غير عند الإنسان العادي غير موجود. هذا هو الإنسان، الفرق بين النفسي والعقلي. دكتور، هناك علاجات حديثة يعني الآن في لعلاج الأمراض النفسية والعقلية، هل هذه العلاجات وصلت إلى المستشفى؟ طبعا العلاجات الحديثة لم توصل إلى المستشفى حتى في بشكل عام بالبلد اليمن، لأنه هناك علاجات نفسية علاجات حديثة جديدة جدا على وغالية ومكلفة جدا. هناك حقن، يعني الحقن الواحدة تكلف إلى 83,000 ريال كل أسبوعين أو كل شهر، وهناك علاجات حديثة الحبة الواحدة تكلف إلى 1,000 إلى 1,500 ريال الحبة الواحدة، يعني يومين قد يأخذ منه إلى 3-4 حبات في اليوم. بمعنى آخر، أنتم إلى الآن بسبب الميزانية وبسبب ظروف البلد غير قادرين على أن تواكبوا العلاجات الحديثة. بالضبط، أكيد هذا الشيء صعب علينا نواكب العلاجات الحديثة، وحنا نأخذ العلاجات الممكنة والأفضل أنواع بحيث بأسعارها رخيصة جدا. هل تزال المستشفى تمارس بعض العلاجات التي نسمع عنها مثل الهزة الكهربائية؟ نعم، هناك لسه ما زلنا نستعمل هذه الجلسات الكهربائية لبعض المرضى، وهناك قسم معين من المرضى وليس للأمراض كامل، هم الأمراض الذين يرفضون أخذ العلاج بشكل كامل، وهناك بعض المرضى العدوانيين أكثر، وهناك المرضى اللي حصلوا إلى حالة الانتحار ولو عملوا أو عندهم فكرة أو نفذوا شيء هذا في نفسهم. هنا أخذ العلاج الطبي النفسي علاجه بطيء، حتى يأخذ العلاج نفسي المريض نفسه فترة قد يعمل المريض إلى يقدم الانتحار مرة أخرى. نعم، بعض منظمات المجتمع المنظمات الحقوقية تقول مثلا أن هذه الهزات والجلسات الكهربائية هي منافية لحقوق الإنسان، فهل هناك ضوابط معينة لاستخدام هذه الهزات الكهربائية؟ إن شاء الله نتمنى ذلك، هناك ضوابط لبعض الأشخاص معين وليس لكل الأشخاص، وهذا لا نستخدم الهزات الكهرباء والجلسات الكهرباء إلا في كآخر إمكانية لنا، آخر شيء بعد العلاجات، بعد الإيداع ما نفعش، أو أنه مريض ما نقدر أهله ما فيش معه أهله ما يأخذ علاج يرفض العلاج
أو هناك العدوان مثل ما قلت أو حالة انتحار. هل حدثت عندكم حالات بأن هناك مرضى ظلوا لمدة سنوات مثلاً ولم يأتي أحد لاستلامهم؟ نعم، هناك في مرضى لسنوات حوالي 20 سنة بعضهم وليس لهم أهل، يعني في قسم اسمه قسم العليلين، يعني قاعد هناك خلاص مزمنين من زمان ما نعم. ليس يعني حالتهم ميؤوس منها؟ ليس ميؤوس، حالتهم مستقرة وتمام ويتعاونوا معنا بس ما في معهم أهل، يعني مضطرين أن نبقيهم في المستشفى لها أكثر من 20-25 سنة. نعم دكتور، كنت أود سألتك مسبقا عن الأمراض الذين يجيبون الشوارع وخاصة شوارع عدن من فينتي الأخرى، هؤلاء المرضى وهؤلاء المرضى العقليين والنفسيين ما هو وضعهم؟ نتمنى أن نستوعبهم في المستشفى، ولكن مثل ما قلت لك هنا غير ليس عند إمكانية العنابر الأقسام، أقسام في عندنا 4 أقسام مغلقة تمام تحتاج إلى ترميم، وإذا ما ترممت هذا في الوقت الراهن حسب ما وعدونا مكتب الصحة ومنظمة الصحة العالمية إن شاء الله ممكن نستوعبهم هنا، بس ونحتاج إلى الكادر التمريضي والأطباء لتوظيفهم للمستشفى لقلتهم هنا الأشياء، والميزانية كالدواء والغذاء والنظافة نحتاج كل هذا إلى المساعدة من جميع النواحي. نعم، كيف تحكمون على مريض معين بأنه مريض؟ يعني هل بمجرد أن الأخ يحضر أخوه أو الأب يحضر ابنه ويقول هذا مريض نفسي أو مريض عقلاني في البيت يصبح محتجز داخل المستشفى لمجرد بأن أهله أحضروه إلى هنا؟ لا طبعاً ليس هذا المرض بالشكل هذا، ولكن نحن نعمل جلسات معه، فهناك باحث نفسية أو أخصائي نفسية أو أخصائي نفسية تعمل جلوس معه تأخذ منه المريض نفسه والأهل، وبعدها يجلس مع الطبيب يتم مناقشة. هل أتتكم حالات مثلاً مثل هذه، يعني يكون المريض ليس مريض ولكن أهله يظنون أنه مريض عقلي أو نفسي؟ قد يكون في بعض الحالات النادرة يحصل، ليس كلهم بالضبط أكيد. دكتور طلال، ما هي نظرة المجتمع للمريض النفسي والعقلي؟ والله نظرة المجتمع للمريض النفسي مثل ما قلت النقص الوعي والثقافة عندنا في المجتمع اليمني بشكل عام نظرة يعني سلبية له جداً، يعني مهما كان مهما تعالج وتحسنت حالته في العلاج أو الجلسات ينظر للمجتمع أنه مريض عقلي، أنه بين قوسين مجنون، وهذا هو ما يؤثر عليه المريض نفسه ويزداد سوءا وينتكس مرة أخرى عن المريض النفسي. فندنا المريض النفسي عن العقلي. العقلي كان أنا أتكلم بالعقلي بشكل عام. نعم، المريض النفسي لا يعتبر يعني يعتبر نفسي مهما إلا العقلي، أنا أتكلم بشكل قوسين. نعم، وهل هناك أيضا نظرة خاصة أو صورة نمطية عن الأطباء النفسيين؟ الطباء النفسيين يعني مثلا تسمعوا طبيب نفسي يعني بعض كذا طبعا اكيد هذا لهم نظره المجتمع مصدق انه الطبيب النفسي ما بوديش المريض لو حد اهل او معهم مريض نفسي او عقلي ما يودوا يعني عن الطبيب. حتى نحن نعيش في مجتمعات اذا الشخص اراد ان يصبح طبيب نفسي الاهل يقولوا يعني لماذا تريد اي حاجه غير طبيب نفسي؟ ايوه يرجع لانه المجتمع مثل ما قلت لك الوعي والثقافه ناقصين، لكن الان في الوقت الحديث بدات الناس تفهم، انا اقول لك بدأوا يجيبوا المرضى وبدأوا الأطباء يدخلوا في هذا الفرع الجديد الطب النفسي. نعم. رسالة أخيرة تحبون أن تقدمونها للمجتمع أو للأمراض أو للمشفى؟ نتمنى من الأهل والمجتمع بشكل عام الاهتمام بهذا المريض العقلي والنفسي من ناحية تربية الأبناء وأولادهم كيف يتصرفون مع هذا المريض، كان في الشارع أو في المدينة أو في حارتهم أو في أي مكان، ونتمنى من الحكومة نفسها والمسؤولين القائم عليها توفير الإمكانيات ومساعدتنا من جميع الناحية المادية والأدوية وأي شيء كان آخر والترميم والصيانة في هذا المستشفى والدعم لنا إن شاء الله لكل مصلحة المريض الأول والأخير. الدكتور طلال العامري مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. من أقدم المتنزهات والمتنفسات في مدينة عدن وأجملها، مكان يعبق بالتاريخ والماضي، إنه بستان الكمسري، حكايتنا لهذه الحلقة. بتوجه لبستان الكمسري. بساحته الخضراء الواسعة اكتسب خصوصيته كمعلم سياحي تاريخي فريد. بستان الكمسري في الشيخ عثمان المرتبط بذاكرة المنطقة وإرثها القديم وعمرانها الحاضر، ذي الملامح التشكيلية الحاضنة للبستان من جميع الجهات. Thank you.
يرجع تاريخ إنشاء بستان الكمسري إلى العام 1952 للميلاد على يد الشيخ عبد المجيد السلفي، الشخصية العدنية التي اقترن اسمها بتاريخ الحركة الوطنية ورجال المال والأعمال في خمسينيات القرن الماضي. أثناء قدوم الملكة إليزابيث الثانية إلى عدن في العام 1954 ميلادية، استهوى فؤادها سحر بستان الكمسري ببساطه السندسي الأخضر وظلال أشجاره الوارفة، فاتخذت منه مقاماً لها وملتقى لاستقبال المشايخ والسلاطين وأقامت فيه مدة طويلة. ظل بستان الكمسري منذ إنشائه وحتى اليوم المتنفس الوحيد لأهالي عدن والمزار السياحي للوافدين من مختلف المدن والبلدان الباحثين عن الراحة بعيداً عن ضغوطات الحياة. فالبستان مع خصوصيته الزراعية الممتدة نحو 5 كيلومترات شكل أهمية اجتماعية للأهالي ومحطة التقاء وتعارف لسكان هذه المدينة والوافدين إليها. أشجار النخيل ودوش الطاري والأشجار المعمرة والنرجيل يتدلى من شجيرات الجوز الهندي المحافظة على بقائها رغم عوامل الزمن وتغيرات الحياة. لم يكن وجودها مجرد ملء للفراغ في بستان الكمسري، بل وجدت لتكسر حدة المزاج السيء لدى العائلات وتبث في النفوس روح الحيوية والألفة لتكتمل معها ملامح البهجة في جنبات المكان وعلى وجوه الأطفال، متنوعة بتنوع الورود وعبقها في مشهد مكتمل الجمال. تم تقسيم بستان الكمسري إلى مربعات مزروعة بالحشائش الصغيرة، يفصل بين كل مربع وآخر طرق رئيسية وأخرى فرعية مستقلة مترابطة تنتشر على جوانبها الأشجار المشذبة والورود، ما يجعل للسير فيها أو الجلوس تحت ظلالها متعة خاصة تؤسس لوجودها مكانة بين الأمكنة. كان لبستان الكمسري باب آخر في الجهة الشرقية باتجاه مدينة دار سعد إلى جانب بوابته الرئيسية الحالية في الجهة الجنوبية، في دلالة على كثرة مرتاديه من كافة المناطق المحيطة بالشيخ عثمان. أما الملامح التاريخية للبستان فتتمثل في أطلال بركة الماء الصغيرة بحوضها الواسع المتوسط فناء البستان والمخصص لخزن المياه التي تضخها الآبار لري الأشجار. مؤخراً تم استحداث ملاعب للأطفال ومساحات مخصصة للعائلات في بستان الكمسري وضوابط وإرشادات ولوائح منظمة للتنزه في أرجائه مع الحفاظ على ملامح الوجه القديم لذلك المعلم الذي يمثل واجهة المدينة ماضيها وحاضرها في دلالة على هوية المكان وأصالة قدمه.
أن تسير بين شجيرات متنزه يمتلئ بعبق التاريخ والماضي كبستان الكمسري. مدرب للتنمية البشرية والتحفيز الذاتي رسم طريقه بالعلم والعمل الجاد. إنه وليد السقاف، وجه المدينة لهذه الحلقة. التنمية البشرية مصطلح عالمي وجد ليخلق حياة أفضل لرفاهية البشر، تمخض عنه مصطلح جديد التحفيز الذاتي، وهو من جذب إليه وليد السقاف لأنها حد قوله تهتم بالإنسان كحالة مستقلة بشكل خاص. التنمية البشرية هي مصطلح يعتبر يستخدم على مستوى الدول على مستوى العالم بشكل كبير جدا، ولا ما نقوم فيه ما نقوم به هو ليس تنمية بشرية، إنما التنمية الذاتية. التنمية البشرية تقوم على مستوى الدول بمستوى التعليم، مستوى الأمية، مستوى دخل الفرد، ما هي تقدمات الدولة، ما هي تطوراتها، بس ما نقوم به التنمية، ما نقوم به هو التنمية الذاتية. نحن نركز على الإنسان، على الفرد، كيف يطور من نفسه، كيف يطور من أدائه، كيف يكون شخص يعني تستفيد منه دولته ويستفيد منه مجتمعه بأكبر قدر ممكن من التطور الذي قد يحدثه من شخصه، من نفسه إلى من حوله. منذ العام 2006 رسم التحفيز الذاتي لوليد طريقا نحو مستقبل أجمل يحمل الكثير من الطموح والفرص الواعدة، فمن طريق باتت نهايته الفشل حملته التنمية البشرية إلى طريق النجاح. الانطلاقة ان وليد السقاف الذي كان في 2006 غير وليد السقاف اللي الان في 2017. ماذا لمست من تغيير؟ ان انا الان عرفت ماذا اريد، عرفت ماذا سوف احقق، اصبحت نظرتي يعني عارف وليد السقاف عارف ماذا يريد غدا، عارف ماذا يريد بعد 5 سنوات، عارف ماذا اريد بعد 50 سنة، عندما خلاص يكون في عنده التخطيط، الرؤية، الرسالة. هذه الأشياء كلها ما كانتش موجودة في عقلي إلا بعدما دخلت في التنمية الذاتية وقررت فعلا أن أتغير. عرفت هذه الأشياء والذي ممكن أن أكون رقم صعب في هذه الحياة بسبب التنمية الذاتية وهذه الأشياء التي قرأتها وسألتها من ناس كثير. يرى وليد السقاف أن التحفيز الذاتي بإمكانه تغيير الناس من أشخاص خاملين إلى شخصيات فاعلة لها بصمتها في المجتمع، وهو دائماً ما يعمل على إعطاء الجميع الفرصة التي اكتشفها مع التحفيز الذاتي. التغيير كان نابع من قلبي، أريد شيء آخر، بس أقول خلاص فاتني القطار، ما فيش فائدة الآن، قد عدت سنتين من حياتي وأنا مبطل الدراسة وجلست أتخبط بالشوارع في عدة أماكن، بوافي ومصانع أشتغل فيه، فقررت أن أنا أقرأ وأطلع، والحمد لله قررت ما بديت أطلع على التنمية الذاتية. قرأت بعض القصص حق ناس كثير فاشلين ثم عادوا نجاحتهم من جديد، أثروا على أوطانهم، أثروا على مجتمعهم، فكانت لي تجربة حقيقية إن أنا أبدأ. نعم بدأت، رجعت كملت الدراسة في عدن وجيت مستوى جيد بمستوى التعليم، وقعت رقم صعب في مدرستي ثم رقم جيد في الجامعة لأن أنا شغلت بالشغل والبزنس أكثر، دخلت على مستوى التنمية الذاتية من تدريب وتحفيز وسفر للخارج ورجوع بحيث أن أطور نفسي أكبر قدر ممكن حتى أكون مؤثر على مجتمعي. من هذا المنطلق أنا يعني شفت الفائدة الذي أجت على وليد وما أفدته من أهلي ونفسي ومجتمعي، فحاولت أن أنشر هذا العلم أو أنشر هذه التنمية الذاتية على أكبر قدر من الشباب حتى أكون بالنسبة لهم قدوة وهم يكونوا قدوة لغيرهم، نصنع مجد لهذه الأمة. في عدن هناك الكثير ممن يسعون نحو التحفيز الذاتي بهدف بناء عقولهم وخلق فرص نجاح جديدة، ولكن المعاهد العلمية كثيراً ما تهمل هذا الجانب مما ينعكس سلباً على المحتاجين فعلاً إلى التنمية الذاتية، وهو الوضع الذي يتمنى وليد السقاف أن يتحول نحو الاهتمام بشكل أكبر بالتنمية الذاتية والتحفيز الذاتي.
التجربة في التحفيز الذاتي في عدن يعني آتت بثمارها كثيرا. هناك مئات من الشباب من ما يهتمون بالتنمية الذاتية يبحثون عنها. في هناك شباب كثير كانوا مثلاً على الأركان، على الأسواق القاتل، يترددون في الأسواق العامة ليس لهم أي أهداف. بعد استقطاب بعض الشباب بعض من عدة معاهد بالترويج للتنمية الذاتية، نلاقي في هناك يعني فائدة كبيرة منهم. في منهم من رجع يدرس يكمل دراسته الثانوية، في منهم من رجع يكمل الجامعة، في البعض ذهب إلى برا واشتغل، والبعض بدي اتجاه حقيقي أفضل مما كان من السابق. مما نرى أنه في هناك فائدة كبيرة من التنمية الذاتية على مستوى الشباب، وهي تعتبر ما نقوم به قليلا جدا بسبب عدة عوامل يعني لا تجعلنا نقدم الشيء المطلوب بأكامل قوته بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلد. لكن الحمد لله ما قدمناه من قليل لهذا الشباب أفادهم بالكثير، وإن شاء الله هم يقدمون على يبحثوا على أشياء أكثر وأكثر لتطوير أنفسهم وذاتهم. التنمية البشرية جعلت وليد السقاف يعرف ما يريد، فهي مجال يمنحك المقدرة لتفهم الآخرين وتفهم نفسك أكثر قبل كل شيء. طموحي في المستقبل أن أكون رقم صعب في الحياة، أن أحقق نجاح كبير يلتمسه وليد ويلتمسه من حولي إلى أبعد مدى. ما أنصح فيه الشباب هو أن اشتغل، انحت في الصخر، اعمل حاجة، لا تتوقف. الماء الراكد دائما يسبب تعفن، بس دائما الماء الذي يمشي الذي ينهر دائما يتجدد، دائما يتقدم، دائما يضع النحت حول الصخور. نحن نريد أن كل شباب يشار لهم بالبنان. والله هذا الرجل كان وكان وكان، والآن ما شاء الله أصبح نفع أمته ونفع نفسه. إنه وليد السقاف، شاب يحمل بين جوانبه أحلاما لا حدود لها، وهو يسعى جاهدا لتحقيقها مع كل دقيقة تمر من حياته، مستعينا بسلاح العلم والعمل. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.